صاحبي شكلك مهموم قوي كده ليه؟ كنت متخانق مع مراتي وقررت انها ما تكلمنيش لمده شهر. يا عبيط ومتضايق؟ لا بس انا اللي تعبني ان الشهر قرب يخلص. طب يا عم فكك بقى، انت عارف ان انا حلمت ان انا سافرت فرنسا؟ وانا حلمت ان انا اتجوزت جوازه تانيه. كده ما تعزمنيش؟ ما انا سالت عليك قالوا لي ان انت في فرنسا.